أهلا بكم مشاهدينا الكرام نحييكم من قناة الحوار على الهواء مباشرة في هذه التغطية التي نطل من خلالها على المشهد السوري بآخر تفاصيله مع ضيفنا في الاستوديو السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات في أهلا لندن أهلا بك سيد زهير حقيقة آه المشهد السوري لا زال معقدا لدينا اليوم في المشهد السوري تظاهرات في حلب دعما للشروط التركية بإقامة منطقة عازلة أيضا فيما يتعلق بالوضع الميداني الدولة الإسلامية تتقدم على عين العرب ومن ثم تتراجع وتحاول استعادة مناطق خسرتها من جديد وفي ظل هذا التراجع تصريحات غربيه تقول وارد ان تسقط عين العرب بيد الدوله الاسلاميه ايضا على الصعيد السياسي هناك اختلافات بين اوساط معارضة ولا ندري ما هي انعكاسات هذه الاختلافات على مستقبل المعارضة. الكونغرس الامريكي ايضا يعني بنقاط سريعه سيد زهير يعني يريد ان يبني جيش سوري وطني ربما على غرار التجربه في العراق عندما بنى الجيش الحرس الوطني العراقي وهذا سيكون معارضا ل كل الفصائل الموجودة على الأرض حتى يعني القوات التابعة لنظام الأسد ولكن دعنا نبدأ من حيث المشهد الميداني الآن هناك سؤال يطرح وبقوة يعني هل العرب يعني استنزاف للدولة الإسلامية بالفعل أم أصبحت تختزل بشكل واضح مشهد المشهد السوري بشكل عام والثورة السورية خاصة بسم الله الرحمن الرحيم م. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. أخي الحبيب دعنا نقف عند مشهد الثورة السورية التي كانت في بدايتها وما زالت في صميم مشروعها حركة تحرر شعبي. م. شعب يريد الحرية والكرامة وما زال هذا الشعب يريد الحرية والكرامة ثم نرصد هذا المشهد الدولي هذا المشهد العالمي ولا أريد أن أقول الدولي. حيث يلقى الشعب السوري الخذلان النكران الجحود ونلحظ أن كل دول العالم وأكثر دول الإقليم مع الأسف تقف في مواجهة إرادة هذا الشعب لمطالب في غاية البساطة عين العرب المدينة الصغيرة هل كانت تحدد دول الإقليم هذه؟ أنا قلت أغلب دول الإقليم ومعروفة دول الإقليم يعني من هي ف <ألك> اه يعني أنت ترى أن دول الإقليم بالنسبة للقضية السورية بعضها له مشروعه الخاص الذي يريد أن يوظف الثورة السورية في هذه المشروعات الخاصة وبعضهم من هو منحاز أصلا لمشروع الظالم المستبد <ألك> في سوريا <أ> وبعضه يعني يحاول ان يساعد ولكن بيدين مغلولتين لا يستطيع ان يقدم فيهما الكثير، طيب. يعني لا اريد ان اسمي الامور واضحه بالنسبه للمتابع ونحن نرى هذه الدول صاحبه المشروع الخاص التي تحاول دائما حتى احيانا يدخلون الثوره, الثورة السوريه في يعني صراعات جانبيه ليست من موضوعنا وليست من اولوياتنا في شيء. نعم انا اريد ان اعود اقول موضوع عين العرب المدينه الصغيره لا تختصر سوريا. وسكان عين العرب الذين هم اهلنا قبل اي وصف. سكان عين العرب المدنيون اقصد. المراه والطفل والشيخ عربا كانوا او كردا من اي دين من اي مذهب. هؤلاء اهلنا، هؤلاء ليسوا هدفا من اهداف الثوار السوريين، اضيف شيء اخر نحن لا نعتبر ان هذا التنظيم الذي اطلق عليه اسم تنظيم الدوله او اطلق عليه البعض اسم داعش، لا نعتبره ممثلا للثوره السوريه ونحن نعتبر ان هذا التنظيم الذي يمكن ان اشير اليه بين قوسين بالتنظيم الوليد والذي صنف أو ألحق بالتنظيمات الإرهابية مقابل تنظيم آخر مصنف إرهابي أكثر من 15 سنة الآن يقاتل في عين العرب ونحن لا نستطيع أن ننزع عن الناس صفة الإرهاب أو نلحقها بهم بناء على قوميتهم أو جنسيتهم أو عنصريتهم نحن لسنا عنصريين المعركة في عين العرب الآن الحرب التي تدور في عين العرب أنا أقول ليست حربنا ليست الحرب السورية ليست حرب الشعب السوري وهذه المعركه بكل ابعادها بكل اهدافها بكل ادواتها لا تعنينا بشيء نحن كسوريين الذين الذي يعنينا في عين العرب بالدرجه الاساسيه هو سكان عين العرب المدنيين وكثير منهم وصلوا الى تركيا واستقبلتهم الدوله التركيه. تقول لي ما هي ابعاد المعركه في عين العرب وهل هي استنزاف لما يسمى الدوله الاسلاميه المعركه في عين العرب لها اهدافها حتى الاقليميه. هذا ليس ورقه ضغط على ما يسمى الدوله الاسلاميه هذا ورقه ضغط او هذه الحرب هي ورقه ضغط بالاساس على الدوله التركيه الدوله التركيه التي لم تنصع الحكومه التركيه حتى الان عندما ارادت ان تذهب مع التحالف الدولي قالت نريد ان نذهب على بصيره الى اين سنذهب هذا المركب الذي تريدون ان نصعد اليه ما هو المرفأ الذي سيذهب اليه؟ إلى أين سيذهب هذا المرفأ؟ ما هي شروط ركوب هذا المركب؟ ماذا ستفعلون؟ طرح الأتراك أسئلة جوهرية في صميم الخطة الأمريكية لم يسيروا معهم على العمى رفض المجتمع الدولي سأضيفك الآن أخبار تأتي من الولايات المتحدة أن الأمريكيين يلتقون مع قيادات حزب العمال الكردستاني الحزب المصنف حزبا ارهابيا منذ اكثر من 15 سنه اذا هذا الحزب الارهابي عندما يلتقي به الامريكي هذا الخبر قيمته السياسيه كما لو قلت لك الان ان الامريكيين يلتقون بايش اسمه هذا الخليفه رئيس الدوله الاسلاميه الملا ايش البغدادي, البغدادي. البغدادي كما لو قلت لك الان في الوزن السياسي التركي المواطن التركي والإنسان التركي الذي دفع على يد حزب العمال الكردستاني عشرات آلاف القتلى قريب من خمسين ألف شهيد تركي من نساء وأطفال مدنيين في الأسواق كانوا يقتلون بالنسبة للحكومة التركية عندما أقول بأن الأمريكان التقوا بحزب العمال الكردستاني كما لو قلت للسوري بأن الأمريكي التقى ببشار الأسد أو قلت للأمريكي نفسه بأن الرئيس أوباما أو بعض وزرائه أو اتباعه التقوا بالبغدادي. هذه هذه التناقضات الدولية التي مم. يعمل المجتمع الدولي على أساسها بطريقة من العنصرية وبطريقة مم. من الفوضى. يعني أصبحت ليست بالسرية يعني هي أه مكشوفة. أه هذه الأمور مثلا يحضر دخول المسلحين وعبورهم من دولة إلى دولة في مجلس الأمن قرار يصدر قرار المقاتلين الأجانب. بعد معروف. ذلك يطلب من تركيا بالسماح للمقاتلين. أن أن تسير مقاتلين أجانب. جانب لكي يقتلوا الشعب السوري في سوريا او ليقاتلوا في سوريا، اذا نحن امام يعني تناقض حزمه الدولي. من التناقض مم. الدولي مم. الذي لا يمكن لانسان عاقل ان يستوعبه، مم. الى اين يريدون ان يدفعوا هذه المنطقه؟ الان المنطقه هذه المنطقة يعيش فيها قريب من ثلاث من هل ترى تناقض سيد زهير ام هو ربما المجتمع الدولي يبرر هذا؟ ان الدوله الاسلاميه لديها مشاريع تتعدى مشاريع بقية المنظمات لتعبر عنها وتهدد العالم غير عن بقية المنظمات طيب يعني إذا كان هذه الدولة الإسلامية الآن التي نفخوا فيها وجعلوها بعبعا يهدد كل العالم الآن حزب الله مو حزب عابر للحدود وجهارا نهارا حسن نصر الله يهدد بأن قواته تجتاز الحدود السوريه وتقاتل في سوريا، طيب جماعه الحوثيين الم يجتازوا في يوم من الايام الحدود اليمنيه تجاه الاراضي السعوديه وقاتلوا طويلا على الاراضي السعوديه وهم لا يستحون ولا يخجلون ان يوضحوا بأن لهم اهداف في المملكه العربيه السعوديه وانهم ذراع من اذرعة ايران وانهم سيكونون على باس يعني هذا هذا المنطق الذي يحاور به العالم، هذا العالم لا يريد أن يمسك، هو يحاور من منطق القوة، عنده قوة السلاح، عنده قوة المال، عنده قوة الإعلام وبالتالي هو يشيطن من يشاء ويلقي الثوب الملائكي على من يشاء ويصمت عمن يشاء، يعني هذه عمليه تضخيم هذا الذي يسمونه تنظيم الدوله كان بضع كتائب صغيره من الجيش السوري الحر في حلب وفي ادلب يطاردونه ويردونه ويحجمونه ويحاصرونه في مدينه صغيره اسمها الرقه ولو اعطوا المزيد من التمويلات ومن السلاح لكانوا قد انتهوا منه، اذا النفخ في هذا البعبع الذي يسمونه تنظيم الدوله هو يريدون ان يجعلوا منه ستارا للحرب على هذه الامه، للحرب على الانسان العراقي الذي خرج يطالب بحقه لكي لا يقال المعركه في لكي لا يقال ان المعركه في العراق هي معركه شعوب او شعب يريد حقه يجعلونها معركة مع الإرهاب يصورونها أنها معركة مع إرهاب ومع إرهابيين وبالتالي يجب على كل العراقيين أن يلتحموا ضدها لكي لا يقال بأن المعركة في سوريا هي معركة المطالبة بالحقوق يقولون أن المعركة الأولوية في سوريا هي لقتال الإرهابي ولقتال الإرهابيين ما يجري في عين العرب بكل أبعاده هو إحدى المسرحيات الدولية التي أريد لها أن تتضخم لكي تعتم حتى على ما يجري في الأقصى مع الأسف اليوم ونحن سمعنا وأنا لا أستطيع أن أسكت في هذه المناسبة سمعنا نداءات لجم... لجعل الجمعة الماضية جمعة الأقصى الأقصى الذي أصبح ساحة للمستوطنين الصهاينه ينتهكونها عندما يريدون، الامه الان مشغوله كل واحد في بيدائه، كل واحد يدور على مصلحته، لم يكن هناك استجابه وانا يؤلمني وانا كمواطن سوري اقول يؤلمني الا نجد في ساحات هذه الامه من ضنج إلى جاكرتا من يستجيب لدعوة الانتصار لمسجد الأقصى الآن عين العرب أقبل أكبر, أكبر من القدس وأكبر من الأقصى وأكبر من حلب وأكبر من سوريا وأكبر من كل قضايا الأمة لأن الأمريكي ولأن الإعلام الأمريكي ولأن المخطط الأمريكي يريدها أن تكون كذلك هكذا اختصرت كل قضايا الأمة بما هذا الذي يجري لكن لا لك. تعطي حق لهؤلاء الشعوب الآن يعني الشعب السوري الشعب العراقي الشعب اليمني شعب يعني مآسي مآسي تمر بها هذه الشعوب يعني اليس الاولى الان بالسلطه الفلسطينيه الان ان على الاقل ان يدافع مثلا تنسيقها الامني الذي تطلق عليه وصف المقدس ان على الاقل يدفع الضرر عن هذه المقدسات ولو اننا انحرفنا عن الموضوع قليلا ولكن سنعود لا لن أنا ليس انحرافا عن الموضوع انا اعتبر قضيه الامه واحده ولا استطيع ان اميز بينها انا عندما اعتب قد لا يكون عتبي الآن على ابن مدينة حمص أو درعا أو حلب بالدرجة الأساسية ولكن أعتب على شعوب عربية خلية جالسة ما عندها شيء ما عندها قضية يعني هي في حالة سبات إذا صحت العبارة علماء ومشيخات ودول وحكومات ثم الاقصى ينتهك ولا نجد موقفا عربيا من باب اولى سيكون عتبي على الانسان الفلسطيني في الضفه على السلطه الفلسطينيه التي يجب عليها ان تنتصر للاقصى لكن نحن الان انا اضرب مثل بان اشغال الامه بجزئيات يريد عدوها ان يشغلها بها عن قضاياها الاساسيه عن قضاياها الكبرى والا هذه القضيه قضا هذه القضايا كلها قضايا مترابطه قضيه الشعب السوري هي قضيه جزء أساسي وعضوي من قضية الشعب الفلسطيني إذا انتصر الشعب السوري ستنتصر القضية الفلسطينية لذلك كل هذا وهم يقفون في وجه انتصار هذا الشعب لأن هذا له تداعياته على المنطقة أجمع طيب نعود إلى شق مهم جدا في الموضوع السوري أيضا وهو انتخاب أحمد طعمة رئيسا للحكومة المؤقتة يعني على مستوى السياسي وانسحاب رئيس الائتلاف من الانتخابات والصراعات بين قوى المعارضه هل هذا يعكس ربما طبيعه التدخلات الاقليميه والدوليه في المعارضه السوريه حتى بات لدينا معارضتين احداها يقال انها ربما تتخذ من السعوديه والامارات مرجعا واحداها تتخذ من تركيا وقطر مرجعا. الى اي مدى هذا الـ الـ الواقع صحيح. يعني أولاً اسمح لي أقول أنا بكل أسف بأنه وضع ما يسمى الائتلاف الوطني بما آل إليه ومنذ أشهر وليس من الآن وأنا أتكلم كمواطن سوري كمحلل سياسي مدير مركز الشرق العربي وليس باسم أي قوة سياسية داخل الائتلاف أو خارج الائتلاف حتى لا أحد يحسب كلامي على غيري. أصبح هذا الائتلاف في غير موضع الاهتمام بالنسبة للشعب السوري. الشعب السوري يدرك أن هذا الائتلاف يعني إذا صحت تشبيه أشبه ما يكون بمجلس الشعب السوري مصنوع بطرائق مختلفة بتدخلات مختلفة تم مع إضافات وحذف وتنقيح وإضافة بحيث لم يعد الناس يعرفون من يمكن أن يكون في هذا الاتلاف هذه الصراعات الموجودة بعضها كما تفضلت قد يكون له ابعاد اقليميه كل دوله تريد ان يكون لها في هذا الائتلاف حصه وهذا ايضا انا اعتبره من سوء التقدير بالنسبه للدول الاقليميه العربيه بالاصل ان يكون لها دور المرشد والموحد والتي تجمع هؤلاء هذه القلوب على وبعضها حتى لا نظلم دائما دول الاقليم يعني نجعل عندنا شيطان ونقول دائما الحق على الشيطان او الحق على الاستعمار هناك ابعاد شخصيه هناك نوازع شخصيه في نفس كل انسان، حب العلو في الارض، حب السيطره، حب التقدم، حب البروز، هذا يخلق ايضا نوع من انواع التنافس، هذا يستقيل، هذا يتقدم، هذا يتاخر بشكل عام. طبعا انا اقرا ما يكتب كثير من الناس من كتاب ومفكرين ومحللين سياسيين، واقرا ما يكتب الكثير ايضا من المواطنين العاديين كما تقول على صفحات التواصل الاجتماعي، عندي مواظبه واقرا. انا اعتبر انه كثير من, من الذي يقال من ضجات مفتعلة ورأوا ايضا إرادات فاسده او إرادات مريبه بعض الناس يحاول ان يزج بافكار انه والله جماعه الاخوان المسلمين هي التي سيطرت على الائتلاف طبعا جماعه الاخوان المسلمين تم اقصائها في الفتره الماضيه من الائتلاف وحجمت كما وموضوعا وإلى اخره وانا يعني لا اقول هذا متندما يعني لا اسى على شيء هذا الائتلاف انا ان قام وان قعد لا اسعى عليه في شيء يعني لست لكن انا ابين للحقيقه رغم ذلك لن يعجز بعض الذين يوظفهم بشار الاسد عنده جيش الكتروني ضخم يتحرك أن يكتبوا هذا الكلام ونعود إلى القصة القديمة أنه جماعة الإخوان المسلمين أنا أعتقد أنه كان في جماعة الإخوان المسلمين ببعض أفرادها الموجودين وهم قلة قليلة دور توفيقي حاولوا أن يوفقوا قدر الاستطاعة أنا أعود إلى شخصية السيد أحمد طعمة بالذات وأنا أحب أن أقول هذا كمواطن سوري والرجل أنا أتابعه منذ سنوات قبل الثورة وهو مواطن سوري أولا أنا أحب أن أقول وليس تبرئة له أنا أعتبر كون الإنسان جماعة الإخوان المسلمين هذا بالنسبة لي أعتبره شرف لصاحبه لكن الرجل لم يكن في يوم من الأيام في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بل كان معارضا سوريا وهو في الداخل هو يحمل فكر إسلامي نير إنسان متنور ملتزم دينيا كثير من أبناء الشعب السوري لكن الرجل يعني ممن لا يمكن أن يلمزوا بالنسبه لي وهذه رؤيتي الشخصيه بانه تابع لهذه الجهه او تلك الرجل حاول ان يقدم في حكومته السابقه الانقلاب عليه كان انقلابا مؤلما قطع الطريق على تلك الحكومه التي كان العديد من وزرائها ايضا يحاولون ان يقدموا شيئا انا اتمنى الان وقد اعيدت الكره وعاد السيد احمد طعمه وعاد معه الوزراء أن نفرز الان السياسي عن الخدمي واجبات الحكومه هذه بالدرجه الاولى هي واجبات خدميه، الشعب السوري الان يحتاج الى اليد الحانيه التي تقدم له شيء، لا يجوز لنا اذا كنا يعني يائسين او متالمين انا كنت اتالم اتكلم الان بالم عن الائتلاف، انا اقول بكل صلاة انا يائس من هذا الائتلاف على المستوى السياسي وعلى مستوى قياده الثوره السوريه، لكن لا اريد ان اكون ايضا يائسا من هذه الحكومه ان تقدم ما تستطيع من مساعده قل لي الائتلاف اتى بهذه الحكومه يعني القضيه ليست متلازمه بهذه الطريقه يجب ان تعطى هذه الحكومه سواء كانوا قد انتخبوا احمد طعمه او انتخبوا غيري غيره رئيسا للائتلاف انا ارى انه من حق هذه الحكومه ان تعطى فرصتها في المرحله الاولى كانت تقدم اشياء جميله وانا تابعت اشياء جميله في خدمه الشعب السوري الان مثل ماذا طبعا. يعني شوف اخي علي صعيد الخدمات في الداخل صعيد مواصلات اتصالات صحه تعليم كان هناك جهود منظوره لهذه الحكومه ولوزرائها وللقائمين عليها لا يجوز ان ينكر هذا جاءتنا زوبعه اللقاحات الفاسده والتي اودت بحياه العديد او العشرات الاطفال، هذه لا يجوز ان تهدر كل الجهد الطيب، كان هناك خلل ما قد يكون التحقيق فيه لم يشفي صدورنا جميعا، لكن انا اعلم ان هذه الحكومه يوم كانت تعمل قدمت الكثير من الخدمات ولا يجوز دائما ان نعمى عن رؤيه الجزء المنير الايجابي في اي موقف، هؤلاء وزراء حاولوا ان يكونوا خدميين. يحاولوا ان يكونوا وان يتواجدوا لفترات متطاوله على الارض يعني كانوا يعبرون الحدود ويدخلون الارض ويتابعون ماذا يجري هناك الخدمات التي قدمتها هذه الحكومه مشكوره ويجب ان نشكر الناس اقول شعبنا السوري بحاجه اليها الان اذا كان هناك فرصه لتستأنف هذه الحكومه وهي بالاصل لم تتوقف لانه عندما اقيل السيد احمد طعمه استمرت الحكومه في تصريف اعمالها لكن الان انا انظر الى هذه الحكومه على انها فرصه اضافيه لتقديم ما يمكن تقديمه للشعب السوري ايضا لا احد يعطي شيكات على بياض يعني هذا ليس نوع من انواع والله طوبناهم يعني قلنا طوب لهم لا وانما نحن عقولنا معنا أعيننا معنا نسمع ونرى سنتابع ونقوم إن وجدنا خيرا نشكر عليه وإن وجدنا غيره نسدد نقارب ننصح ثم بعد ذلك يكون للناس موقفها طيب. في يعني موضوع على المستوى الاقليمي طبعا النزاع بين تركيا وايران بالتصريحات في المشهد السوري ربما نبره التصريحات ارتفعت الى حد ما في الفتره الاخيره بين تركيا وايران خصوصا المنطلقه من ايران باتجاه تركيا، قبل قليل قلت ان تركيا هناك محاولات لجر تركيا في المشهد دون الإعلان عن إلى أين ستذهب ما وصفته بالمركب يعني عندما تطلب واشنطن أن تدخل تركيا ولا تعلم تركيا إلى أين ذاهبة بالتالي هنا السؤال يعني كيف هو الموقف الإيراني من هذا المشهد يعني هل إيران بتحذيراتها لتركيا أن لا تتدخل هي فعلا راغبة بأن لا تتدخل تركيا ام تريد ايضا ان تنجر تركيا الى هذه الحرب؟ دعني افصل الان هو شوف اخي الولايات المتحده والغرب عموما متعود في منطقتنا ان يامر فيطاع، وان لا يسال، وان لا يناقش، حاكمنا في العالم العربي عموما وانا اتكلم بشكل عام يريد من كل مواطن أن يكون مثله أمام الولايات المتحدة يعني يريد من المواطن العربي في قطره في بلده مهما أمر به الحاكم أن يقول له حاضر لأن هذا الحاكم مهما طلب منه الغرب أو الأمريكي ماذا يقول له أيضاً حاضر الأتراك الآن والأتراك يجب أن نميز بين الموقف التركي والموقف الإيراني الأتراك هم جزء من حلف الناتو، حلف الاطلسي وهذا يجعلهم في منظومه الغرب عموما والاتراك بنفس الوقت ليسوا اصحاب شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل الذي ترفعه ايران، ورغم ذلك يعتصمون بالعقل بالمنطق بالحكمه كلما جاء الغرب يريد امرا في هذه المنطقه هناك عندهم الحسابات. الحس... ليس فقط الحسابات المناقشه المنطقيه الى اين يمكن ان يؤدي هذا الاتراك قد لا يملكون باطنيه الايرانيين الايراني الذي يصرخ من فوق الطاوله الموت لامريكا والموت لاسرائيل وهو من تحت الطاوله اكبر عميل لامريكا ولاسرائيل في المنطقه وهذا لا اريد ان اعود فيه لانه اصبح واضحا بالنسبه لكل مواطن عربي يريد ان يرى الحقيقه كما هي، م. الذي لا يريد ان يرى نحن الان لا نستطيع ان يعني نجبره على الرؤيه. م. اعود الى الموقف التركي انا اريد ان اضيف بال... انا قرات في الاخبار ان يعني مجاميع او مجموعات صغيره من موالين لايران على خلفيات مذهبيه انطلقوا في شوارع المدن التركيه يهددون اردوغان بانهم سيقطعون لسانه لانه تطاول كما قالوا على ايران وعلى قياده ايران هذا تطور خطير ما كان منتظر ان ايران تصل اليه الاتراك يطرحون موقفا وانا يسرني ان اجد في الامه من يطرح هذا ضد ضد تسعير الحرب الطائفيه التي تندفع فيه ايران بكل قوتها لمصلحه المخطط الامريكي امريكا ونحن نقرا هذا منذ عقود كانت تخطط لتسعير جحيم الحرب الطائفيه في المنطقه أمريكا هي التي كانت تسعى لتسليط أبناء الأمة بعضهم على بعض لتهديم هذه الأمة. من هي الأداة؟ اسمح لي أخي سرمد أنا نشأت وأنا بيني وبينك بالعمر يمكن أربعين سنة أو خمسة وثلاثين سنة مش ما أكبر حالي كثيراً. نحن نشأنا في الخمسينات والستينات والسبعينات. نحن عندما انتصر الخميني اعتبرنا أن أنفسنا قد انتصرنا. وعندما قامت ثورة الخميني سميناها الثوره الاسلاميه وفرحنا بها انا في مدينه حلب قبل خروجي من حلب باشهر كانت المخابرات السوريه التابعه لحافظ اسد تلاحقنا لاننا نتتبع اخبار الثوره الايرانيه قبل ان يصل الخميني من باريس الى طهران وكنا نعتبرها ثورتنا وانتصارنا ومعركتنا على اساس ان هذه ثوره اسلاميه. وكان اذا بعض الناس اصحاب العقول الاكثر رجاحه من عقولنا ولا ولا يضيرنا ان نعترف بذلك نحن كنا شبابا عندما يمسكون بايدينا ويقولون هؤلاء نرفض ونقول لهم ذهب وقت السني والشيعي والمذهبية و, و و و ونحن الآن نعيش في عصر جديد عصر العلم والانفتاح والحداثة ونرد عليهم كان كثير من شيوخ حلب القدامى إذا تكلمنا أمامهم يعني بلغ بيحاولون بطريقة العلماء الرفيقة يقولون تذكروا فنرد عليهم وأحيانا نرد عليهم بشيء من القسوة رحمهم الله الآن أكثرهم في ديار الحق إس 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 مربط, مربط الفرس في هذا ال الموضوع الم نأخذ بعد الفصل ال هل تسمح لنا بهذا طيب الموضوع طيب تفضل نأخذ مربط الفرس في القصة <applause> المثيرة التي ذكرتها بعد الفاصل القصير مشاهدين كره فاصل قصير ثم نعود بعدها لنواصل حينما يغدو تكميم الافواه سياسه ثابته، وحينما توضع الحواجز امام الاراء، تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن ارائهم بحريه تامه. الراي الحر فضاء حد السماء. ياتيكم في الاوقات التاليه. تتصاعد الاحداث في العالم العربي. يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى. ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار. نتابع الخبر الفلسطيني، نحلله، ونبحث في تفاصيله، وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان. بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة. الجمعة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط، وينشغل العالم بالربيع العربي. وفي زحمة هذه الانشغالات، تفتح قناة الحوار بوابة على افريقيا. ملفات اريترية يأتيكم الأحد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش. في أمر أولي الأمر. حق ضائع. قضايا لا تكشف. ومصائر في مهب الريح حقوق الناس ياتيكم في هذه الاوقات أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه التغطية ونرحب بك مرة أخرى سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن كنت أتحدث عن يعني في البداية في مرحلة شبابكم ولعكم بالثوره الايرانيه الاسلاميه، ما الذي تبين حتى ننتقل لمواضيع اخرى في يعني انا احب ان اختصر الرساله شوف اخي، اريد ان اقول عن ابناء اللي هم يطلقون علينا ابناء العامه، <applause> نحن ابناء العامه، <applause> ها شعب خام مسلمين خام ما عندنا هذا التلقين من منذ الصغر هم يلقنون ابنائهم الان نكتشف هذا يلقنونهم كراهيه فلان وكراهيه فلان و أبناء. أبناء, أبناء, ابناء ابناء خمس سنوات الشيعه ابناء اقصد انتم ابناء عامه نحن ابناء العامة هم ابناء هم ابناء, أو أبناء, أبناء الاسلام ابناء الله ابناء الله ابناء من الاسلام اوكي فتصور يعني انا اكلمك لا اكلمك فقط عن السبعينات حتى سنه ال2000 لما جاءنا حسن نصر الله بمعركته ضد اللي صارت عنده في ال2006 في احد سوري في احد سوري حقيقي لم ينظر الى في الداخل وفي الخارج واللي مع بشار الاسد واللي ضد بشار الاسد مه. لم يقف وراء حسن نصر الله على انه بطل من ابطال المقاومه والممانعه والصمود والتصدي للعدو الاسرائيلي مرت علينا هذه الامور كل ابناء الامه انا كنت يومها في زياره للسودان كان في السودان صور حسن نصر الله تملا الشوارع مه. هذه الشعوب اللي انا اسميها خام من الان الذي اوقد فيها كل هذا الروح الطائفي م. الان السودانيين اضطروا مع رغم حاجتهم للايرانيين اضطروا يطردوهم لانه شافوهم عمال يدقوا خوابير داخل المجتمع السوداني، اذا هذه الروح الطائفيه انا الذي اريد ان اقول هي استجابه ايرانيه ليس فقط لاهداف ايرانيه، قد يكون هناك نوازع عند ملالي طهران هذا هذا موجود، لكن هم في نفس الوقت يؤدون دورا وظيفيا، انا اريد هذه الرساله، يؤدون دورا وظيفيا للعدو الامريكي الذي يريد ان يمزق صف هذه الامه علينا وقال لهم لما تروحوا للحرم وللحج صلوا وراء العامه، صلوا وراء الامام، كانوا يصلون وراء الامام احيانا تظاهرا، ثم بعد ذلك اذا انتهت الصلاه قاموا الى صلاه اخرى، انا لا ادخل الا اريد ان اقول هم الان يؤدون الدور الوظيفي الذي دمر الان دمر مشروع الامه، تقول تركيا، تركيا تحاول ان تتصدى لهذا المشروع الطائفي لانه يهلك الانسان نفسه كما يقولون عن الحسد. يقولون لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله <applause> الذي يدخل في المسار الطائفي يقتل نفسه ويقتل غيره، عمليه التدمير هذه تحاول تركيا ان تتجنب الخوض فيها ولكنهم يصرون على القاء كره النار هذه الى تركيا لاحراق ما تبقى. في النتيجه ايران تريد من تركيا التدخل؟ كراي واشنطن او كرغبه واشنطن لا هي لا تريد من لا تريد من تركيا هي ترى ان الاتراك الان بموقفهم الحاسم بمطالبتهم بالحل الجذري للقضيه السوريه يشكلون خطرا. <applause> الاتراك هم يتحدثون من موقف قوه يقولون للامريكي بدل ما ان ندخل في التفاصيل تعالوا نعالج أصل المشكلة أصل المشكلة في رأس بشار نعم الأسد تعالوا نعالج قضية بشار الأسد هنا ينزعج الإيرانيون طيب هناك تصريحات من نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد قبل أيام أن على أطراف النزاع في سوريا يعني جميع الأطراف المقاتلة على الأرض والنظام أيضا الاستعداد لتقديم تنازلات وصفها بالصعبة والمؤلمة يعني هو هذا أمين عام أو نائب الأمين العام لحزب الله؟ يعني هل يقصد انه تنازلات من جانب الحزب الله ام من جانب جميع اطراف الصراع كما هو يقول من من جميع اطراف الصراع؟ يعني اولا ساضيف الى هذا التصريح تصريح تبعه جاء بعده بأن الحرب في سوريا قد تستمر ثلاث سنوات طيب تصريح اخر لجريده الوطن السعوديه بالامس هذا بأن حزب الله استأذن إيران في الانسحاب وهذا على عهد جريدة الوطن السعودية أنا ليس من عندي الخبر استأذن إيران بالانسحاب من سوريا فلم تأذن له لأن حجم القتل في صفوف حزب الله لم تعد من طاقته يعني أنا أحاول أن ألملم الأخبار هذا الموقف الذي طرحه نعيم قاسم وهو يمكن أن يقرأ على أكثر من وجه الحقيقة كان في لقائه مع ديمستورا المندوب الاممي المبعوث الاممي لسوريا نائب الامين العام او وكيل الامين العام لحل المشكله السوريه هذا الكلام الذي نسميه الكلام الدبلوماسي م الذي يحاولون فيه ان يتظاهروا بالموضوعيه م ان يتظاهروا بانهم سياسيون بانهم يعقلون السياسه وهذا الذي مدحهم به بالحقيقه اوباما قبل زيارته الاخيره للولايات آه الايرانيين، <applause> الايرانيين، وعندما نقول ايرانيين يعني نقصد حزب الله واتباعه. آه يعني قال بانهم عقلاء سياسة. هل الحلول المؤلمة يعني أن يتنازل الرجل عن دم ابنه أو عن دم أخيه أو عن دم أمه أو عن عرض ابنته؟ هذا الكلام مطروح، آه يعني الآن ولكن هل يمهد لحل سياسي قريب ربما؟ هو يريد أن يظهر بأ... أنا قلت بأنهم يتكلمون بعقل سياسي <applause> ومعنى ذلك كأنه يوحي بأنهم مستعدون للتنازلات المؤلمة هذا الكلام يتحدثون به دائما عندما يتحدثون عن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين يقولون على الطرفين أن يقدموا تنازلات مؤلمة <applause> في سوريا لا يوجد إسرائيليون وفلسطينيون في سوريا يوجد شعب واحد شعب واحد مظلوم وهناك ظالم واحد قاتل اسمه بشّار الأسد الشعب السوري المجتمع السوري وحدة واحدة نحن لن نقبل أن يمزق أو أن يمزق الشعب السوري لن نقبل أن ينظر إلى الشعب السوري كوحدات وكنتونات هناك مجتمع مدني طيب واحد في من تصريحات سيد نعيم قاسم الأمين عام حزب الله أنه يعني يريد أن يوصل رساله بان حزب الله مستعد لتقديم تنازلات والنظام ايضا مقابل ان يقدم المعارضون تنازلات مؤلمه يعني هذا الذي كنت اقول هو يريد ان يقول لكن انا لا ساذهب بالسؤال اكثر هل يلمح لديمستورا بانهم مستعدون ان يتخلوا عن بشار الاسد؟ <applause> هذه رساله ايرانيه ولا تكون رساله حزب اللهويه اذا كان المقصود بالرساله هذا هذه بانهم مستعدون ان يتخلوا عن بل... لانه ما المؤلم عندهم هما تنازلين يمكن ان يتنازل الاول ان يتوقفوا عن قتل الشعب السوري الذي يتلذذون حتى الان بقتله وعندهم ان يتخلوا عن بشار الاسد ويسمحوا لبشار الاسد بان يخرج من الدائره، فاذا كان يقصد المعنى الثاني فهذه الرساله هي رساله يعني من ايران وليست من حزب الله، طبعا ديمستورا يقول بانه سيذهب الى ايران وسيذهب الى روسيا وسيذهب الى الصين، انا لا ادري ديمستورا عندما كان في لبنان وقابل السيد نعيم قاسم وقابل السيد نبيه بري هل قابل جماعه تيار المستقبل؟ <applause> هل قابل وانا اعرف انه الحريري ليس في لبنان هل سيقابل الحريري هل سيقابل السيد وليد جنبلاط كيف على اي اساس يتم اختيار هؤلاء كلاعبين او كمؤثرين في الساحه السوريه على اساس العدوان اعود فاقول اذا كان ديمستورا يقول وانا استمعت اليه وهو يقول بانه سيلتقي سي بكل المؤثرين علي ان يذهب ويلتقي بالبغدادي <applause> لأن البغدادي أيضا شئنا أم أبينا هو رجل مؤثر وهو الآن يسوم ولكنه إرهابي ولكن وحسن إرهابي. نصر الله إرهابي وبشار الأسد إرهابي, إذا, إرهابي. كان ولكن إذا, كان إرهابي إذا كان, إذا, كان إذا كان الإرهاب فعل يوصف على أنه فعل مثلا القاتل إرهابي الذي يغتال الناس إرهابي الذي يظلم الناس إرهابي أما إذا كان الفعل هو إذا كان الإرهاب هوية عندئذ لا يمكن للناس أن يلتقوا إذا كان يريد أن يلتقوا يلتقي بكل المؤثرين كما قال وأنا اليوم قرأت تصريح في سنة سنة يعني تشد ظهرها تقول بأنه يعني تروي الرواية بفخر أنه ديمستورا يقول بأن مستقبل سوريا يجب أن يصنعه السوريون فقط <applause> طيب ايش دخل نعيم قاسم اذا في العمليه اذا كان هو يقول هذا وسانا اللي هي وكاله بشار الاسد تقول هذا وتفتخر به اذا لماذا يذهب الى البري والى نعيم قاسم ولماذا يذهب الى روسيا اذا كان مستقبل سوريا يصنعه السوريون فقط فما دور هؤلاء اذا المعادله كما ترى شائكه نعم. ومركبه نعم. الى حد بالضبط. كبير بالاضافه الى ربما تصنيفات الارهاب ربما غير معروفه حتى هذه اللحظه نعم. الكونغرس الامريكي اكد انه يعني في صدد دخوله في مرحله تدريب معارضين سوريين ربما دخل لما اطلق عليه جيش سوريا الوطني في رفض للجيش الحر والجماعات المقاتلة الأخرى وأن قوات هذا الجيش ستبدأ بخمسة ألاف وربما تتسع لتصل إلى عشر ألف مقاتل وهم وفقا للمصادر الأمريكية سيكون النواة الأولى للجيش السوري القادم على غرار ربما التجربة العراقية أيضا صنعوا حرسا وطنيا في تلك الأوقات ولكن ما مدى نجاعه ان تحل الامور بهذه الطريقه حسب ما يرى الكونغرس؟ لا دعنا نقف اولا عند مفهوم الجيش الوطني او المعارضه المعتدله هم كما يقولون سيشكلون هذا الجيش من المعارضه المعتدله، والوصف المعتدله اخي الحبيب هنا هو المقابل لوصف الارهابي. كما كنا نرى ان القوم يتخبطون في تعريف من هو الارهابي في رايهم. سنجدهم بالمقابل يتخبطون من هو المعتدل من هو السوري المعتدل الذي يمكن ان نسند اليه او ان نسند اليه في المستقبل امر حمايه امن السوريين اعراض السوريات دماء السوريين اموال السوريين من هو هذا الامريكيون واضحون بتصنيفاتهم هذه يعني هل هل يعطون قائمه باسماء المعتدلين الذين يرغبونهم المعتدلين يعني الذين يرغبونهم؟ الفوضى والاضطراب التي تروج في وصف الارهابي هي م. نفسها التي تروج في وصف المعتدل وبالتالي نحن لا ندري حقيقه المشروع الامريكي السؤال المهم الان الذين يقودون في في الامريكي <applause> عندنا في المثل العربي يقولون وسار في ركابه ما معنى سار في ركابه قديما كان الرجل يركب الفرس يضع رجله في الركابين ويأتيه التابع يمسك بطرف الركاب ويمشي إلى جانب الفارس كتابع له هؤلاء الآن الذين يسيرون في الركاب الأمريكي أنا أقرب الصورة للمواطن من هؤلاء؟ الذين يسمون أنفسهم قيادات معارضة سورية والذين يسيرون ولا يعرفون إلى أين والذين يصعدون إلى مركب ولا يعرفون إلى أين ستذهب هذه المركب ربما سألتني عن الصراع أنا دائما تخطر لي هذه الصورة يعني نحن نصعد إلى المركب نتصارع على المقعد أنا أريد أن أقعد بجانب النافذة أنت تريد أن تقعد على اليمين هو يريد أن يقعد في الأعلى نختلف على من يقعد أعلاها ومن يقعد أسفلها يعني. ونتصارع على هذا ونعتبر ما نحققه لأنفسنا من هذه المقاعد انتصارات بين قبطان المركب يسير بنا في اتجاه اخر نحن رايحين نحج وهو بياخذنا على هواي بقول ان هذه هواي فيها لحم مقدد ولحم مشمس يعني هذه القضيه التي نحن الان فيها المركب المتصارعون الذين يتصارعون والذين سالتني عنهم في الائتلاف يتصارعون على مقاعدهم داخل المركب وقبطان المركب هم لا يدرون الى اين يذهب بهم هذه المشكله الان الجيش السوري المعتدل فرنسا شكلت لنا في سوريا جيش الان قتل من الشعب السوري أكثر من نصف مليون إنسان ضيع مساحات كبيرة من أرض السورية في الجولان وفي غير الجولان هل الجيش الأمريكي القادم سيكون أفضل حالا من الجيش الفرنسي الذي كنا نعيش تحت حمايته؟ إذا كنا نأخذ التجربة العراقية مثالا فإن الجيش الذي بنته القوات الامريكية انهار بين ليلة وضحاها السؤال عن مدى نجاعه مثل هذه الحلول، هل هي حلول جديه من جانب الامريكيين ام انها حلول مؤقته؟ هذه حلول للهروب من المشكله، الامريكيين لان الحل الحقيقي الجدي ليس في مصلحتهم، ليس في مصلحتهم ان تحكم هذه الشعوب نفسها، ليس في مصلحتهم ان يوظف ثمن البترول العراقي في مصلحة العراق والعراقيين، أن يبنى بثمن البترول العراقي، العراق، أن يأكل بثمن البترول العراقي، العراقي، أن يتعلم بثمن البترول العراقي، العراقي، ليس من مصلحتهم هذا، وما أقوله الآن عن العراق وأكرره تقوله عن كل بلد عربي، وأي حاكم يريد أن يقود مشروعاً لتحرير هذه الشعوب ولبناء هذه الاوطان مصيره مصير محمد مرسي في نفس الزنزانه، هذا الذي نعرفه من المشروع الامريكي ومن المشروع الاوروبي، هؤلاء لنا بالمرصاد وثورات هذه الشعوب سوف تستمر حتى تستطيع ان تنتزع حقها في الهواء وفي الشمس وفي الحريه وفي ان تغرس في ارضها وان تحصد في ارضها. طيب موضوع اخر ضمن المشهد السوري سيد زهير، التهديدات التي تطلق من جانب جبهة النصرة لتفجير الوضع في لبنان والتي أطلقها أحد الجنود اللبنانيين المشقين عن الجيش يعني في حال لم يوقف حزب الله التدخل في الشأن السوري برأيك يعني هل هذا يخدم الثورة السورية الآن أم ومئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان أم من يتدخل عليه ان يستقبل تدخلا ايضا. دعني اقول في مثل انجليزي هنا بقوله فتش عن المراه، دائما بيعتبروا لما بتقع مشكله كبيره بقولوا وراءها امراه. نحن سنقول فتش عن حزب الله، مه. فتش عن بشار الاسد في المنطقه، فتش عن لواء احرار السنه. الآن عندما تصدر تهديدات اليوم أنا أقرأ خبر بأنه أمسكوا أربع أعلام لجماعة تنظيم الدولة في الأرض اللبنانية مع لاجئين سوريين يعني معهم أعلام رايات هاي السوداء المكتوب عليها لا إله إلا الله أمسك طيب هلا كثير صعب على حسن نصر الله انه يصنع او يجيب عشرات الرايات من هذه ويحملها لناس من جماعته ها أه؟ ويحطها في المخيمات وبعدها يجوا يساووا حمله تفتيش على المخيم ويضبطوها، نحن كان عندنا لواء احرار السنه في لبنان ضبط منذ شهر تقريبا وكان كل يوم يصدر تهديدات من هذا النوع، سندمر لبنان، سنقتل الصليبيين، يهدد المسيحيين، سنقتل الشيعه، سنفعل يتبنى كل الاعمال التي ت... ثم اكتشفنا بان الذي يديره ويدبره جندي من جنود حسن نصر الله على الارض اللبنانيه. الان الامور مختلطه. انا لا استطيع ان اعلق على خبر قبل ان اعرف مدخله ومخرجه، يعني انا قرات لكن يا ترى من هذا الذي يتحدث الان باسم جبهه النصره ويقول نحن سندمر على حزب الله في لبنان؟ حزب الله ايضا الحكومه اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه واجبها الجيش اللبناني البطل الحر حتى لا يقال بانني استهتر بالجيش اللبناني، الجيش اللبناني واجبه ان يكون سد في وجه الارهابي الداخل وفي وجه الارهابي الخارج، يعني يمنع الارهابي من جماعه النصره من ان يصل الى لبنان، ويمنع الارهابي من جماعه حسن نصر الله من ان يذهب الى سوريا، اذا اختلت هذه المعادله معنى ذلك ان الجيش اللبناني والحكومه اللبنانيه والقائمين على الارض في لبنان هم الذين يسوقون إلى حتفهم بظلفهم هم الذين يستجلبون إلى أنفسهم كل هذا ليس معنى ذلك أنني راض عن أن تهدد جبهة النصرة اللبنانيين لكن هناك للأمور للأشياء منطق أنت عندما تريد أن تتحدث عليك أن تتحدث بمنطق الأشياء بمنطق الأمور إذا كنت مستعد أو ترضى أن يذهب ولدك فيضرب ابن الجيران في بيته فلا يجوز لك أن تستغرب إذا جاء ابن الجيران وضرب ولدك في بيته إذا لابد, لابد أن يكون لدينا منطق سياسي منطق واقعي منطق عملي أما أن أقول يقول حسن نصر الله وعلى رؤوس كل الأشهاد وأمام كل العالم وبخطاب عنتري يقول للبنانيين من كان يريد أن يقاتلنا فليذهب إلى سوريا لنتقاتل هناك ما هذا الكلام هل هذا الكلام يصدر عن سياسي واع عاقل هل يمكن لمثل هذا الكلام أن يمر، هذا الكلام إذا صدر فعلاً عن جماعة جبهة النصرة، هو الجواب لهذا الكلام الذي صدر عن حسن نصر الله، هذا غطاء هذا وهذا جواب هذا، والذي يستنكر الأول يجب عليه أن يستنكر الثاني وأن يكون الاستنكار بنفس الطريقة، يعني لا نستنكر على حسن نصر الله والله نقول هذا كلام غير صحيح، طيب. ثم نجند الطائرات لنضرب الآخرين ونقول لهم أنتم إرهابيون وأنتم قتلة. نعم أم يعني اعود بك في نهايه هذه التغطيه الى المحور الاول الذي طرحناه في في هذه في هذا الحوار الا وهو الموضوع الكوباني او عين العرب برايك لماذا الان هي من تاخذ الصداره في الاخبار فيما يتعلق بالمشهد السوري؟ هناك من يقول مثلا ان الطبل في عين العرب والرقص على تخوم بغداد هناك من يقول أن كما تفضلت أن عين العرب المراد بها جر تركيا ولكن إذا ما نظرت إلى الوضع الميداني الآن الدولة الإسلامية تتقدم في عين العرب وثم تتراجع تتقدم ثم تتراجع وواشنطن تصرح أنه ليس بعيدا أن تسيطر عليها من خلال الموضع الميداني كيف نفهم الصورة؟ يعني أولا أنا أريد أن أقول بغض النظر عن موقفنا من إدانة تنظيم الدولة وعدم قبولنا بتصرفاته وسلوكه ومخالفتنا له عقائديا هؤلاء رجال يريدون أن يموتوا وهم إنما جاءوا يقولون نحن جئنا طلبا للشهادة وبالتالي هم أصحاب عزيمة وهم لا يخافون من الطائرات الأمريكية بالمقابل يعني رغم أن تسألون كل هذا والطلعات الأمريكية أو الغارات الأمريكية التي وغير الأمريكية التي شنت عليهم ليست بالقليلة خلال هذه الأيام وحولوا المعركة كما تتفضل من العراق إلى الأرض السورية ورغم ذلك هم ثابتون وهم يناورون الآن أنا لا أريد أن أقول بأن عندهم عقل استراتيجي أو تكتيكي وهم عندما يتقدمون ويتأخرون يقومون بعمليات كر وفر ومناورة أنا أقول هذه قوى موجودة فرضت نفسها على الساحة وهي بالتالي تقوم بدور تدافع به عن مشروعها بهذه الأبعاد تتحرك أما الآن أن نربط بين ما يجري في سوريا وما يجري في العراق في إطار مشروع التحالف الدولي هذا التحالف الدولي إنما يسعى في رأينا لكسر مشروع أبناء سوريا وأبناء العراق وليس لكسر مشروع الدولة كما يتظاهر وضعت الصورة شكرا جزيلا لك في الختام سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات في, في لندن شكرا جزيلا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم والى اللقاء باذن الله يعني هون احنا كثير كثير عم نعاني اكثر من سوريا كمان يعني صحيح انه طلعنا من تحت القصف بس هون كمان عانينا عانينا شيء لا شيء لا شيء يعني وصف وين حكى يعني ما بيقدر يسمع فيه العقل يعني صابنا انهيار عصبي نشرب مية الوسخة هاي هلا بهالنبع بدنا نشربها مية الوسخة نحيي الشعب المصري والثوار على صمودهم وعلى كفاحهم رغم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجون في السجون اللي بيحصل في السجون المصريه نحب نقول لهم رساله وان احنا هنا في الخارج المصريين في الخارج بنحييهم على هذا الصمود وبندعمهم قدر الامكان الى ان يزول هذا الانقلاب العسكري النهارده وبعد سنه بعد ما نزلوا قالوا تمرد وبعد ما نزلوا قالوا لازم تمضي تمرد ولو ما مضيتش تمرد ما تبقاش تعيط لو ما كهرباء وما لقيتش بنزين وما لقيتش فلوس وما لقيتش تاكل وما لقيتش تشرب وما لقيتش الفقير النهارده كل الحاجات دي بتتكرر 10 اضعاف النهارده وكل الناس بتدوق الذل عشر اضعاف ما كانت خايفه لا تدوق الذل يا مرسي النهارده بتدوق الذل فعلا بتدوق الذل من من عفتاح السيسي ومن كلابه ومن شرطته اللي بيغتصبوا النساء في في السجون سوف نظل من بريطانيا صامدين ثابتين لكسر هذا الانقلاب الغاشم الذي سعى هناك على ارض مصر لافساد لافساد الامر و لقتل اخواننا المتظاهرين هناك علي ارض مصر نسال الله سبحانه وتعالي ان يثبتهم وان يرحم شهدائهم وان يكون الله سبحانه وتعالى لهم عونا ونصيرا اللهم امين الشعب المصري الحر احنا هنا واقفين معاكم ما تفتكروش اننا هننسى ابدا ولا مش حن... ولا هنسيب حن... حقكم ولا حقنا، دي حقوقنا كلها مش ممكن نخلي حد يغتصبها، مش ممكن نبقى عبيد تاني بعد ما بقينا احرار، ده مش هيحصل ابدا، ومهما قتلوا فينا ومهما حبسوا فينا ومهما عملوا فينا لا يمكن كلنا قلوبنا معاكم كلنا مع ايدينا معاكم ان شاء الله مكملين في الكفاح حتى يزول هذا الانقلاب العسكري النهارده احنا راجعين نقول انه ما ولو عدت مئة سنه مش هنسيب ولا هنسيب حقنا ولا هنسيب مصر في ايد المجرمين الفاسدة عن غزه الان قل لهم ان غزه قلب فلسطين ان فلسطين قلب الجنون وفلسطين قلب محب حنون وفلسطين شعب وارض يموتون